قبل ما ندخل الهواء مباشرة، قبل ما ندخل نصور مباشرة، جات لي المعلومة اللي اكيد جات لحضراتكم كلكم المرتبطة باحتمالية انتقال اشرف بن شرقي للاهلي، ان في مفاوضات مع اشرف بن شرقي من جانب الاهلي، او اتفتح كلام بين الاطراف اللي بتمثل اشرف بن شرقي وهو شقيقه وكيل اللاعب والنادي الاهلي ومسؤوليه، في ان تعالوا نقعد ندردش ونتكلم على امكانية انتقال اشرف بن شرقي الى النادي الاهلي. في حاجات كتير قوي اتخذت عن الموضوع ده. الحاجة الاولانية، الناس كانت بتسأل هو ده معناها ان الاهلي بيكون فريق مرعب ما تقدرش تنافسه في السنين الجاية؟ يبدو ذلك، يبدو ان الاهلي واخد التوجه ده في الوقت الحالي، ان احنا عايزين الفريق بتاعنا يكون اكثر تكاملا واكثر اكتمالا. خدوا بالكم من حاجة، الاهلي السنة دي ممكن تديله مثلا 4 من 5. بمعنى ايه؟ بمعنى مدير فني ياخد درجة كاملة، صح كده؟ مجلس الإدارة في التعامل مع الظروف الصعبة والأزمات كان ياخد 5 من 5، يعني ياخد واحد درجة كاملة هو الآخر. اللاعبين تاخد درجة كاملة هي الأخرى، لأن كل لاعب من اللاعبين في الأهلي أعتقد أنه هو طلع 100% من اللي عنده. ما أعتقدش أن كان في أزمات إحنا سمعناها من أوضة اللبس السنة دي مع أي لاعب من النادي الأهلي، وبالتالي الالتزام والاستقرار والانضباط كان أكثر من ممتازاً. مظبوط كده. فاحنا بنتكلم على ان مارسيل كولر، بنتكلم على ان مجلس الإدارة، بنتكلم على ان اللاعبين قدموا عروض اكتر من ممتازة، والجمهور بكل تأكيد ساند الفريق في توقيت مهم جدا، بالذات من مباراة الهلال وطالع. النقطة الوحيدة اللي يمكن تتحسب لسه كانت على الاهلي في الموسم اللي فات كانت صفقات الانتقالات، الاعداد لمواسم الانتقالات. وكانت المشكلة واضحة جدا في ان الاهلي خرج منه عدد من اللاعبين الفترة اللي فاتت كانوا لسه جايين. فاحنا بنتكلم بقى من وقت ما ريني فايلر كان متوليا المسؤولية، واليو بادجي، والمجموعة اللي جت بعد كده مع بيتسو موسيماني زي ميكيسوني وغيرهم من اللاعبين، وصولا للمرحلة بتاعت ريكاردو سواريش وما أتبعها من صفقات زي شادي حسين ومصطفى ميسي، وعدم نجاح تلك الصفقات في دعم الأهلي بشكل مباشر يعني. فبالتالي كان واضح جدا ان في نقطة ضعف، في خلل هنا في سوق الانتقالات. فتحرك مجلس الإدارة، الأول اتغير الشكل بتاع شركة الكورة، واتغيرت الأدوار ورجعت مرة تانية ليها تنسيق آخر. التنسيق الآخر ده اتكون جنبه شركة أو فريق من السكاوتس، فريق من الكشافين، فريق من الناس اللي بتدي تقارير للاعبين، وآسف للأجهزة الفنية، للجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، ولجنة الكورة أو من يمثل لجنة الكورة يعني بالمصطلح القديم. وبالتالي المجموعة دي من العمل اللي بيقودها كابتن هاني رمزي ابتدت تشتغل من بدري. الاهلي ابتدى يشتغل على ملف الانتقالات واضح جدا من فترة طويلة ومن بدري، علشان خاطر يحضر احتياجات الفريق. علشان كده مش مستغرب ان الاهلي السنة دي اقوى، يبدو اقوى في التحرك في سوق الانتقالات. ده بيصاحبه في نفس الوقت لان في حاجه دايما اسمها سياق، يعني كان دايما مثلا صفقه للاهلي قصاد صفقه للزمالك، صفقه للاهلي قصاد صفقه للزمالك، فبيبقى في انطباع عام ان في موسم صفقات قوي. لكن السنه دي كمان انت بتتكلم ان الاهلي يبدو ان هو كانه بيغرد منفردا، ولان الاهلي يبدو كانه بيغرد منفردا ولان الاهلي بيعمل ده وهو كسبان، فدي حاجه تستحق الاحتفاء والاحترام جدا. فبالتالي الاهلي اختار توقيت نموذجي علشان خاطر يدوس بنزين في صفقات الانتقالات. وبكل تاكيد واحد زي اشرف بن شرقي صفقه هتكون قويه جدا للاهلي لو تمت، لانه على مستوى اللعب انت بتتكلم على لاعب عنده تجربه سابقه في الدوري المصري، سنا مش كبير، بتتكلم على موهبه بكل تاكيد احنا شفناها ملائمه للوطن عندنا العربي وملائمه للدوري المصري تحديدا، وبالتالي احنا بنتكلم على صفقه مفيده في الوقت اللي الاهلي محتاج فيه وينج ليفت يدعم المكان ده مع حسين، لان حسين لحتى هذه اللحظه حسين الشحات برغم تميزه، بس احنا ما ننساش ان هو تم توظيفه في الجناح الشمال. فانت بتتكلم على ان حسين الشحات بيلعب في المركز ده، بس هو كمان بيقدر يلعب ناحية اليمين. حسين الشحات وهو مالي مكانه في المركز ده، بس هو وحيدا في المكان ده لو حسبنا ان احمد عبد القادر في احتمالية لخروجه محترفا في موسم الانتقالات الصيفي.